طبعاً هنسوي أفلام منتظرة العام 2018. تعرف الواحد يعني لازم يتجهز للسينما كذا، يعني ناس ثقافتنا تريلرات تيزرات حركات زي كذا. معاكم صهيب قدس، واليوم هنستعرض لكم توب 5 أفلام منتظرة في 2018. اعتمدنا في هذه القائمة على نفس اعتمادات حلقة الأفلام المنتظرة في عام 2017. روحوا شوفوها وقيموا، شوفوا الأفلام اللي احنا اقترحناها، لأنه أنا أفتكر أنه جاستس ليج كان أبو كلب وإحنا كنا حاطينه في القائمة الصراحة. فإحنا اعتمدنا مرة ثانية على حماس الناس على الفيلم والتريلر أو التيزر، بالإضافة لاعتمادنا على فيلم واحد لكل فئة أو جانر. في المرتبة الخامسة فيلم أوشنز 8. امتداداً لأفلام أوشنز المشهورة بتعدد النجوم، كيف كدس لك نجوم في الشاشة يا حبيبي وشيل فيلم. نزل أوشنز 11 و12 و13، دي المرة كيف نزل أوشنز 8، كيف ما أدري قلصوا الأرقام. إذا بتدور على قصة ودراما وإنسانية فهذا الفيلم ما هو لك، لكن إذا بتدور على حماس وتبغى تشوف إيش حيسووا تسعة ممثلات كده جبارين في فيلم واحد فتعال يا حبيبي. ديبي أوشن اللي هي أخت داني أوشن اللي هو جورج كلوني في السلسلة، تطلع من السجن، هي ما أعرف ليش كانت مسجونة أصلاً، وتقرر تجمع مزز من حول العالم عشان يسرقوا مزة مرة غنية. تحمست. 20 people. 7 people. Why do you need to do this? يعني يا أخي تخيل فيلم واحد يجمع لك كل دول الممثلين. Job in a job. That's why I'm here. في المرتبة الرابعة فيلم Annihilation. Can you describe its form? القصة تتبع عالمة أحياء تنضم لرحلة سرية وخطيرة لمكان غريب تنعدم فيه قوانين الطبيعة. الفيلم فيلم مغامرات ودراما وتشويق أو ثريلر ورعب. صراحة أكثر شيء مميز في الفيلم كيف بصرياً تحس فيه ألوان مرة رهيبة كذا وصور أوف جذابة مرة، بس كيف تديك فجعات بعدها. المخرج أليكس غارلاند معروف بأفلامه الغريبة زي مثلاً 28 Days Later و X Machina. اخترنا هذا الفيلم في هذه القائمة كفيلم ثريلر أو رعب، مع منافسة من فيلم The Nun اللي هو الجزء التابع لConjuring، وفيلم Insidious اللي هو الجزء الثالث. في المرتبة الثالثة فيلم The Incredibles 2. أفلام كثير لها أجزاء تاني وتالت ورابع، لكن اللي معانا هو فيلم Incredibles 2 من فئة أفلام الكرتون. بعد 14 سنة أخيراً بيكسار بيسووا جزء تاني، يعني يا راجل سووا كارز وسووا جزء تاني منه وثري وسووا كمان بلينز، ولساعنا نبغى نشوف Incredibles 2. الفيلم راح يكمل القصة اللي في آخر الجزء الأول اللي شفناها مع الأندر ماينر. وسع للحفار، أنا من قاع المجتمع وهجيب عليها وطيها. أنا بعلن وللأمانة في أفلام أنيميشن مميزة عام 2018 زي مثلاً الجزء الثاني من ريكيت رالف والجزء الثالث لهوتل ترانسيلفانيا، غير فيلم ويس أندرسون الجديد يعتبر أنيميشن اللي هو آيل أوف دوغز. I don't think I can stomach any more of this garbage. في المرتبة الثانية فيلم Ready Player One. Help us save the Oasis. هي رواية من 2011 من كتابة إرنست كلاين. تدور أحداث القصة بعد وفاة صانع ألعاب عالم افتراضي للعبة اسمها Oasis، ترك للاعبين الغاز اللي يحلها حياخذ ثروته. Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit half a trillion dollars and total control of the Oasis itself. ونمشي في قصتنا ورا ويد واتس اللي هو البطل. الفيلم يجمع الحماس المستقبلي والتكنولوجيا والعالم الافتراضي مع جو الثمانينات كده، من أغاني وتصميم شخصيات وغيرها. صراحة هذا الشيء مرة يحمس، لأنه شفنا شيء مماثل منه كمسلسل اللي هو Stranger Things. كمان الشيء ده يحمس لأن المخرج هو ستيفن سبيلبرغ، لأنه شفنا ذا الشيء في فيلم إي تي، غير أنه كتابته المبدعة في فيلم جونيز في عام 1985 برضو حتتكرر في ذا الفيلم. They call themselves the Goonies.
الفيلم فيه أشياء مرة رهيبة، يعني مثلاً السيارة حق ديلوريان اللي طلعت في Back to the Future، أشياء مرة رهيبة وريفرنسز رائعة. الفيلم المفترض كان ينزل في آخر عام 2017 بس تأجل عشان لا يصير تعارض كذا مع ستار وورز. تعرف جمهور ستار وورز ما يرحم، زي جمهور الكينج. فيلم Mission Impossible الجزء السادس. They're coming after us with everything they've got. This may very well be our last mission. وفيلم Venom. Not me. وفيلم Black Panther. وفيلم Isle of Dogs. Spots if he's alive. وأخيرا فيلم Deadpool 2. You get to make and break the rules here. Sweet baby Jesus. المرتبة الأولى فيلم Avengers Infinity War. أفلام السوبر هيروز هي اللي مسيطرة على الدنيا كلها، يعني سنة 2018 لوحدها في أنت مان 2، في إكس مان كذا فيلمين لإكس مان كمان مو فيلم واحد، في فينوم، في ديدبول 2، وللأمانة ديدبول 2 موجود في جدير بالذكر، فأكيد أفنجرز إنفينيتي وور هو اللي حيكون الأول. وبعد 18 فيلم تحس إنه خلاص ممكن تكون تفشت من أفلام السوبر هيروز، لا كذا حتلاقيك مشغل الفيلم وكذا في شهر ألف الحماس. من بعد أفنجرز إيج أوف أولترون وفيلم سيفل وورز حق كابتن أمريكا تحس خلاص أفلام السوبر هيروز كي ختموا أبو اللعبة، لكن مع إنفينيتي وور كي وصلنا ليفل تاني مختلف. أي وجه طلع في مارفل حتلاقيه في ده الفيلم يا خوي. يعني أول مرة حنشوف عالم أفنجرز مع عالم غارديانز أوف ذا جالكسي كذا حيقاتلوا هذا ثانوس. إيوه هو ده كذا اللي ما أعرف إيش هو. يعني شفنا كيف في أوشن زيت هم 8 كذا ومكلف في الفيلم كذا ملايين، لكن في هذا الفيلم كذا آيرون مان كابتن أمريكا الشلة كلها كذا يشاع إن الفيلم مكلف مليون دولار. أوكي بليون دولار. يقول لك بليون دولار وكمان يحققوا أرباح ما أعرف كيف، وإحنا نقعد ندور على معلنين في توب 5. اتفقوا معنا في هذه القائمة؟ اكتبوا لنا إيش في أفلام أنتم مرة مستنينها في 2018، وسبسكرايب ولايك وشير يوصلكم جديد التوب 5، واكتبوا لنا إيش في توب 5 جديدة حابين تشوفوها، وإن شاء الله السنة هذه راح يكون في إن شاء الله في توب 5 حق أفلام منتظرة عربية كذا من السعوديين.